كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تبادل وجهات النظر بشان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح رئيس السيسي أنه تم الاتفاق على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاح قمة المناخ المقبلة كوب 27 في شرم الشيخ. تطرقت مباحثاتنا اليوم إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلنا وجهات النظر البلدين حيالها وآفاق التنسيق بشأنها. وأخيرا فقد تباحثنا حول استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر 2022 كوب 27 وأكدنا الحرص على حشد جميع على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاحه بما يحقق نقلة حقيقية في العمل الدولي حول المناخ. فخامة الرئيس اسمحوا لي ختاما أن أرحب بكم مجددا في القاهرة معربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وطاجكستان بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين ويولد مزيدا من الزخم في علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا